ناقشت السلطة المحلية بحضرموت مع أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والدعاة الأوضاع الأخيرة التي شهدتها مدينة المكلا وبعض مدن المحافظة والإجراءات التي اتخذتها السلطة في هذا الجانب. وفي الاجتماع دعا المحافظ البحسني أصحاب الفضيلة إلى أهمية توضيح كل ما اعتمل ويعتمل في حضرموت لعامة المواطنين والتحدث معهم حول أهمية استتباب الأمن واستقراره والحفاظ على السلم المجتمعي، موجها المكتب الأوقاف والإرشاد بتنظيم لقاءات دورية كل شهرين مع العلماء والمشايخ والدعاة لمناقشة أحوال المواطنين والبلد والاستماع إلى نصائحهم وإرشاداتهم المهمة، مبدئا استعداده بالجلوس مع المواطنين العقلاء والاستماع منهم إلى معاناتهم. إلى ذلك عبر أصحاب الفضيلة تأكيدهم على وقوفهم إلى جانب أبناء حضرموت في نيل مطالبهم وحقوقهم المشروعة بطرق قانونية سلمية بعيدا عن الإضرار والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة. وطالب العلماء قيادة الحكومة الشرعية بإعادة النظر في مطالب أبناء حضرموت وإيلائهم مزيدا من الاهتمام، آملين من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التدخل العاجل والسريع لإنقاذ هذه المحافظة الآمنة المستقرة. فواجب على العلماء أن يفهموا هذا الوضع وأن يفسروا لعامة الناس. ونحن دعوناكم الليلة ليس فقط لنوجه لكم يعني واجبات أو شيء أبدا، بالعكس نحن الآن أمام معضلة كبيرة، وإذا ما تعاوننا واستمعنا لبعض كعلماء، استمعنا لبعض كتجار، استمعنا لبعض كمثقفين، استمعنا لبعض كإعلاميين وصحفيين، استمعنا لبعض كقبائل كشيوخ كذا كوجهاء مجتمع، وبالتالي خلصنا إلى ما هو ممكن وما هو غير ممكن. فهذا الحوارات اللي جرى هذه الأيام كلها بهدف الوصول إلى ما هو ممكن وما هو غير ممكن.